إلى مطار بيروت مباشرة من هناك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية انضم إلينا الآن بعد التحية. مصطفى، في ضوء تمديد تعليق شركات كبيرة بهذا الشكل لرحلاتها إلى مطار بيروت من وإلى مطار بيروت، كيف تبدو الأوضاع داخل المطار الآن؟ الجوية من تعليق لرحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك إجراءات تمديد التعليق في الساعات الماضية كانت شركة الخطوط الألمانية قد مددت تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية حتى 21 من الشهر الجاري، بالإضافة أيضا إلى شركة الخطوط الفرنسية التي مددت هذا التعليق أيضا إلى 14 من شهر أغسطس الحالي. كل هذه العمليات التي تقوم بها شركات النقل الجوي من تمديد التعليق يؤدي إلى تكدس ملحوظ، هذه هي الصورة التي تتحدث عنها، يعني التكدس هنا في صالة السفر الموجودة في مطار بيروت الدولي، هذا التكدس والذي جاء نظرا لقلة أعداد الطائرات المغادرة ودمج بعض الرحلات الأخرى مع بعضها، وذلك لتحميل الشركات على شركات أخرى، الشركات التي تعلق الرحلات من وإلى العاصمة اللبنانية، يعني تحدث عمليات لدمج الرحلات على رحلات أخرى أو شركات أخرى تباعا، وهذا هو الإجراء المتعارف عليه. يعني ربما في هذه الأثناء وخلال 48 ساعة الماضية نتحدث عن أن حوالي 9 رحلات هي التي تم دمجها من خلال الشركات التي علقت الرحلات إلى شركات أخرى ما زالت تسير رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وفي هذه الساعة التي نتحدث إليكم فيها حوالي 7 رحلات غادرت بالفعل مطار بيروت الدولي إلى وجهات أخرى مختلفة. كل هذه الأمور التي نتحدث عنها تحدث نوعا من الارتباك داخل صالة المغادرة في مطار بيروت الدولي. أما إذا ما تحدثنا عن صالة الوصول فبكل تأكيد فإن هناك ما زالت الرحلات التي تسير من إلى العاصمة اللبنانية بيروت ما زالت تتوافد من وجهات عالمية مختلفة، ما زال هناك تواصل وتوافد لعدد كبير من سواء كانوا السائحين أو اللبنانيين الذين يعودون مرة أخرى بعد انتهاء أعمالهم في وجهات أخرى مختلفة. نتحدث أيضا عن تأجيل بعض الرحلات، ففي كل يوم تقوم سلطات المطار بتأجيل الرحلات الليلية إلى رحلات نهارية، وهو إجراء تتخذه سلطات المطار في شكل احترازي. أما إذا ما تحدثنا عن مجمل الأوضاع في الأراضي اللبنانية، نتحدث أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد أكد في تصريح له على أن لبنان يؤكد على بقاء قوات اليونيفيل وإرادة الدولة اللبنانية بأن تواصل أعمالها في الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى أنه قال بأن لبنان يواصل اتصالاته وتشاوراته الدبلوماسية مع عديد من دول العالم من أجل ضد حدة التصعيد الموجود في الجنوب اللبناني ومنع الاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية بشكل عام. كل هذه الأمور تعزنا إلى منحة جديد وهو حالة الشارع اللبناني الذي بدأ يأخذ في كثير من الاحتياطات خشيه وقوع اي تطورات في الداخل اللبناني وتحديدا في العاصمه. من مطار بيروت مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهره الاخباريه، شكرا جزيلا لك.